لسه مكملين معاكم فقرتنا زي ما قلنا في البدايه، سفر الامريكيين المتهمين في قضيه التمويل الاجنبي، قضيه منظمات المجتمع المدني، اثارت غضب كل اطياف الشعب المصري. في بعض السياسيين قالوا ان الصفقه دي كانت غير مرضيه تماما، والبعض الاخر قال ان يعني ده تدخل في شؤون القضاء المصري وده شيء غير مقبول. امبارح في جلسه مجلس الشعب كان مفترض انه يحضر دكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء ويقدم كده كشف حساب لإيه اللي حصل وإزاي هرب الأمريكيين دول. مش هقول هربوا، هم سافروا فعلا، وسافروا يعني تحت أنظار كل الناس، فكان مفروض أنه يقدم يعني كشف حساب للي حصل. المهم عايزين نتكلم النهاردة عن قضية التمويل الأجنبي، إزاي الناس دي سافرت، إزاي طلعت من البلد. عايزين نتكلم على أهم اللي كان اللي ناقشه امبارح مجلس الشعب، وهو تنحي هيئة المحكمة المسؤولة في النظر في القضية عن القضية، وان هي سلمت الامر كده وسلمتنا لايد الامريكيين. النهارده معانا استاذ محمد الاصمعي نائب رئيس تحرير بوابة اخبار اليوم، هنتكلم معاه في موضوع التمويل الاجنبي. صباح الخير. صباح الخير، ازيك يا استاذه مي؟ عايزه اسالك بس في البدايه، الازمه اللي احنا فيها دي تعتبر ازمه ايه؟ سياسيه ولا ازمه قضائيه ولا نوعها ايه؟ هذه الازمه التي نمر بها اللي اجتمعت فيها كل التدخلات من ناحية السلطة التنفيذية، من ناحية السلطة القضائية، ومن ناحية السلطة التشريعية. دائما كنا نتكلم عن الفصل بين السلطات. لدينا الجهة الهيئة القضائية هي التي كان يحتمي بها الشعب المصري، وهي وبعد سقوط السلطة الجهة التنفيذية من الحكومة ومجلس الشعب المزور الذي كان في النظام السابق، وجدنا ان الامل الاخير كان ياتي في من السلطه القضائيه. السلطه القضائيه للاسف الشديد دخلت في هذه اللعبه. طبعا كان سيناريو غريب جدا، سيناريو التمويل بدا في الاول شنفوا اذاننا بان هناك قضايا وهناك تقسيم لمصر وهناك خرائط وهناك تم التصعيد والفرقه الاعلاميه ومؤتمرات وغيره تثبت ان اي مصري يعني لابد ان ياخذ بحق من هؤلاء الذين يريدون الجواسيس والتخبرات وتقسيم مصر. وبعد ذلك فوجئنا بحدث غريب، وان رئيس محكمه الاستئناف المستشار عبد المعز ابراهيم يخبرنا بمنتهى البساطه ان هذه جنحه واخر غرامه ليها 300 جنيه. تمام. فطبعا كان موقف غريب، لا احد يريد ان يفسر شيء. مرت الأمور بأنها أشبه بكرة بحجر ثقيل ألقى في بركة مياه كده، وتعاملت معنا أمريكا للأسف الشديد كما تتعامل مع ورقة زابلة من أوراق الخريف تحركها كما تشاء الرياح الأمريكية. القضية في مجملها لو تركناها للقضاء المصري كما هو كما ينبغي أن يكون، قضية ليأخذ من يأخذ حقه، يتهم من يتهم، يدان من يدان، ويبرأ من يبرأ. نترك الأمر لساحة القضاء. ولكن للأسف الشديد لو تابعت حضرتك السيناريو من البداية، إن كان في تصريحات من مجلس الشيوخ الأمريكي، تصريحات من هيلاري كلينتون بتقول إن إحنا بندخل في مفاوضات صعبة جدا مع الجانب المصري وإحنا في طريقنا للحل ده. طبعا إحنا ما صدقناش، لأن إحنا الشعب المصري خلاص مر بثورة سلمية كبيرة جدا، وتصورنا ان مفيش حد هيسيطر على الامور ومقاليد الامور في مصر. ولكن فوجئنا فعلا ان اللي قالته كلينتون حدث تماما، وانه تعاملوا معنا كانها العملية مصر عزبة صغيرة احنا عايزين نفرض سيطرتنا على بالظبط كده، ايا كان بقى القضاء، ايا كان. طبعا كانت سقطة غير عادية للقضاء المصري. والأدهى من ذلك أنه لم نجد أي مسؤول يحرك بيفسر. ظلت الأمور في مهب الظلام، ولم نجد شمعة واحدة تضيء لنا هذا الكم من ظلام التساؤلات. طب يعني القضية دي البعض بيقول أن المجلس العسكري حولها من قضية كان المفروض أن هي تكون في القضاء وحسب الحكم، وابتدي ننشر الخبر، الى قضيه سياسيه من الدرجه الاولى، قضيه راي عام من الدرجه الاولى. جميل. قرار سفر الامريكيين ده جه ازاي؟ جميل. هو لو كان المجلس العسكري تعامل مع الامر بانه بالفعل دي قضيه سياسيه، كان الشعب كله المصري هيرتاح، لان معروف ان في اللعبه السياسيه عمليه خد وهات.
لا ده كان في شفافيه، لو حد قال من الاول هيحصل 1 2 3 كان الشعب المصري كله هيرتاح فعلا. بالظبط كان هيرتاح، لكن المشكله ان التعامل معانا على اساس ان احنا مغيبين او لا نعرف شيئا، فطبعا خلاص يعني ولم يدل احد باي تصريح ولا اي شيء خالص، كان القضيه دي مش في مكان تاني، في بلد تانيه، مش في مصر، مش هم المسؤولين. لا القصه انا مش شايفها خالص مع عبد المعز ابراهيم بس، ولا كامل الجنزوري. كامل الجنزوري الراجل هيعمل ايه؟ قال كذا مره لن نركع لن نركع. طب ماشي، طب وهو ذنبه ايه بالفعل؟ هو مش في ايده السلطه اصلا. السلطه انا هنا مش هحاسب رئيس الوزراء، ورئيس الوزراء لا يملك ان هو يتفاوض باسم المصريين في كل الامور الخارجيه. يعني الجهه المسؤوله، الجهه السياديه المسؤوله هي المجلس الاعلى للقوات المسلحه في هذا الامر. كان يجب ان ياتي علينا احد اعضاء او قاده المجلس الاعلى للقوات المسلحه ويدلي بدلو في هذه القضيه. هناك قضايا سياسيه ومصلحه مصر تقتضي احيانا ان احنا نفرج عن جواسيس، وافرجنا قبل كده صحيح. مقابل بس دي كانت صفقه. بالظبط مقابل صفقه، لكن ما دخلش فيها، ما زوجش بها في القضاء النزيه العادل. وحسنا فعل المستشار محمود شكري. يعني في هناك مزيج من التناقض يثبت لك ان القضاء المصري بالفعل هو قضاء نزيه وقضاء قوي جدا جدا، بان المستشار محمود شكري لم يقبل التدخل في شؤون القضاء. تمام، على العكس تماما نجد ان المستشار كانت بوابه اخبار اليوم انفردت على فكره بالسيناريو القصه دي، ان من 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 ساعه بدايتها على طول، من ساعه اتصال المجلس احد اعضاء المجلس العسكري بالمستشار عبد المعز ابراهيم، قفل تليفونه بعد كده خالص تماما، وان هو راح عامل عقد جلسه الساعه 9 بالليل في محكمه شمال القاهره. الجلسة اللي انعقدت أصلا حضرتك القضاء مش قضاء طبيعيين لمحكمة الجنايات دي، أصلا القضاء دول قضاء من المكتب الفني لمحكمة الاستئناف. قضاء المكتب الفني أصلا وظيفتهم الأساسية ودورهم الأساسي مش أنهم يبتوا في القضايا اللي هي بتنزلها دايرة الموضوع، لا، القضاء دول دورهم التنسيق. في مثلا مستشار، أحد المستشارين غاب يبقى يوم يكملوا فيه، فيه حاجات فنية تانية بيعملوها، لكن مش هم المخول ليهم اللي انه يعقدوا جلسه ويدوا امر كده خلاص حظر نشر، كانه يعني ما فيش ولا قضاء ولا اي حاجه خالص. الراجل بعد كده محمود شكري قال ان هو ملوش اي علاقه بالموضوع ده، وان هو كان غضبان ان هم تم منع حظر السفر وتم تسفير. هو ليه ردود الافعال متباينه كده بين القضاء؟ ما هي لان القضاء دلوقتي في طريقه لتطهير نفسه، لان القضاء لا يحتاج الى من يتحدث عنه، لانه بالفعل قضاء نزيه. لكن هناك بعض الافراد داخل القضاء زي اي مؤسسه، كل مؤسسه فيها حد بيبقى تفكيره على دماغه. طبعا هو المستشار عبد المعز ابراهيم نظر الى المساله كانها مصلحه الوطن، وكانها امن قومي، وكانها وكانها وكانها. بس في قانون، يعني ما اقدرش اقول هي دي جنحه ولا جنايه، هو ممكن يسافروا ولا مش ممكن يسافروا، هو قاضي ممكن يسمح وقاضي تاني ما يسمحش. اولا هو امر الاحاله حضرتك يا استاذه مهي جاي ان هو جنايه، محكمة الجنايات. لما يجي رئيس محكمة استئناف اللي هو مش المفروض يبص في القضية، مش صاحب القضية، تمام، يقول لك دي جنحة. طب أنا بسيطر إزاي على القضاء؟ يعني حاجة غريبة جدا. فهو قال لك جنحة، طب الجنحة غرامتها إيه في التهم دي على أساس إن هي جمعية أهلية مخالفة؟ 300 جنيه كل القصة. لكن لما تدخل الأمور في تخابرات، في تقسيم لمصر، في فلوس بالملايين. طب نسأل سؤال تاني، هي ليه اصلا الفلوس اتدفعت كتير قوي بالملايين والمليارات دي بعد الثوره؟ تمام، اولا امريكا كانت تريد للثوره المصريه النجاح، تمام، ولكن ليس على الطريقه التي تحدث بها الان. كانت تريد لها النجاح على طريقه العراق، كانت تريد لها الجناح على طريقه ليبيا، كانت تريد تقسيم مصر، تمام. اما وان الامر لم يعد في يد امريكا، وان الامور باتت سلميه، وان الشعب المصري بدا يلتف حول نفسه مره اخرى وبدا يكون يعني كيان قوي لمصر، هذا الامر هز امريكا وارادت ان تلعب داخل مصر لتثير القلاقل. طبعا كان الامر في منتهى الغرابه ومنتهى السوء ومنتهى النظره الدونيه من الاعلى الى الادنى. لاول على فكره القضيه دي من اكثر القضايا الواحد شايفها، يعني كل الاحداث اللي مرت بينا قبل كده، احداث الفوضى والانفلات الامني ده جزء لوحده، والجزء اللي حصل ده جزء تاني خالص، لان كانها عمليه كوماندوز نزلت في مصر خطفت الناس المتهمين والسلام عليكم. دي الفكره، يعني ده الملخص اللي حصل للفضيحه المهزله الواحد شايفها يعني. فبصراحه امر غريب جدا ومنتهى الغرابه،
وهم القضاه برضو من داخلهم عمل وقفه وعملوا بلاغات ضد المشرع عبد المعز ابراهيم. مجلس القضاء الاعلى اجتمع للبت في الامر. كمان هيئه المحكمه بقى اللي كانت مكلفه بالنظر في القضيه وتنحت عنها. هي طبعا هيئه المحكمه لم تقبل ان تمارس عليها اي ضغوط كهيئه قضائيه نزيهه، من ترى عملها جيدا، يرى انه يحق الحق. كلمة القضاء هي لسان الحقيقة. طب وفي الحالة دي الهيئة بالكامل بتتنحى ولا في الحالة دي لا هو مثلا على موقف معين؟ لا الهيئة من حقه تتنحى عندما يجد التدخل. القاضي ليس من حقه ألا يبرر سبب التنحي، ولكن فتش عن المستشار محمود شكري في هذه القضية، إذا فكشف أوراقه سنجد أمور كثيرة جدا، وسنجد تداعيات كثيرة جدا للتدخلات من الجانب الأمريكي ومن الجانب السلطوي في السيادي في مصر. وكلنا لسنا ضد التدخل ونظام الصفقة والعطاء والبيع والشراء في أمور السياسة والدولة، لا أما في أمور القضاء. فهذا طبعا كان أمر غريب جدا، وكان بالفعل إحنا دلوقتي بالنادي بقانون السلطة القضائية. هو دلوقتي الحل الوحيد يعني رئيس المحكمة اللي أصدر القرار اللي جابه الاستشار عبد المعز إبراهيم بيقول إن هو ليس من حق المحكمة أن تعطي قرار بمنع السفر. تمام، لأن كان بيقولوا المدعي العام الاشتراكي هو اللي كان صاحب القرار ده، والكلام ده اتلغى من سنوات المدعي العام. طيب إيه الحل دلوقتي؟ نعجل بقانون السلطة القضائية. قانون السلطة القضائية هيعمل على الحد بين السلطات والفصل بين السلطات وعدم تدخل جهة من أخرى. في الحالة دي ما نقدرش نقول إن أي حد دخل في القضاء. ناس كتير بتسأل في حالة إن المحكمة تسمح للمتهمين إن هم يسافروا، بيكون في يعني في كفالة، في الكفالة في الحالة دي بتكون قانونية ولا لا؟ هي فكرة يعني الكفالة، هو مسموح لهم خلاص بالسفر. تمام. فكرة الكفالة أصلا إخلاء السبيل متى يتم؟ من الأصل إخلاء السبيل يتم عندما أجد أمامي المتهم يكون موجود قدامي في قفص الاتهام. يعني هذا سيناريو آخر، يعني هو عدم مش موجود، وديله إزاي كفالة؟ إزاي المفروض أن أنا بجيبه الأول ويودع في قفص الاتهام زي أي متهم، وهو بريء حتى تثبت إدانته. إلى أن تثبت إدانته فهو بريء، مفيش مشكلة خالص في دي، ولكن أنا أديله كفالة وعلي هي كأن أنا في شروة أو يعني مهزلة. طب تعليقك ايه حضرتك ان بعد سفرهم على طول تم استدعائهم مره ثانيه؟ هو القضاء المحكمه صعب. لا المحكمه الاخرى التي تنظر القضيه ليس لها دخل بسابقيها، ولا يعني ولا يصح ان نتحدث عنها باي كلمه لانها لم نجد منها الى الان اتخذت قرارا قويا لعل ينفذ. لان دلوقتي القضيه دي حضرتك اثرت حتى على مرشحين الرئاسه، أثرت على قضية مبارك نفسها. بالظبط، ناس كتير خايفة من إن ده شايفاه في الآخر تدخل سياسي في شؤون القضاء، بيقولوا طب ما ده ممكن يحصل زي ما هو في قضية مبارك. بالظبط، يعني عندك قضية مبارك المستشار أحمد رفعت الذي قال دائما وتكرارا عندما حضرنا المحاكمات الخاصة به إن المحكمة هي الوحيدة التي تزن القضية، وأرفعوا أيديكم عن القضاء كلنا الآن نشفق عليه تماما، لأنه في كل القرارات التي ستتخذها سيقال أنه قرار سياسي. حتى التأجيل نفسه في الأول ما كانش حضرتك أنه حد بيتكلم أنه ده قرار سياسي ولا أي حاجة، خلاص المستشار أحمد رفعت أصلا كان بيعمل جلسات يومية عشان قضية مبارك. دلوقتي لما رماها لشهر 6 قال لك لا ده عشان فيه رئيس جاي، ودلوقتي ودخل بعد قضية التمويل. من ناحية تانية المرشحين الرئاسة معترضين تماما على وجود المستشار عبد المعز إبراهيم، لأن المستشار عبد المعز إبراهيم أحد أعضاء لجنة الرئاسة، واللي هي قراراتها غير مطعون فيها، بمعنى أنه لما يجي أي رئيس يختار طبقا للنص للإعلان الدستوري والمادة رقم 28 خلاص ما حدش يعرف يطعن في أي حاجة. فهم دلوقتي إذا كان عندك واحد ثابت بما لا يدع مجالا للشك أنه هو سيس القضاء. تمام، فعملة أزمة طبعا للمرشحين الرئاسة، وأثرت على بصراحة على مصر كلها. هو الحل نفسه دلوقتي عند القضاء الشرفاء أنفسهم. القضاء أصلا بيتخذ دلوقتي عملوا بلاغات أكتر من 200 واحد عايزين يعملوا بلاغات، لو كملوا 50 توقيعات عشان يعملوا جمعية عمومية. في الحالة دي
هيتخذوا قرار ضد المشرع عبد المعز ابراهيم، او ياتي بالجديد الذي يؤكد انه ده في حالة ان كلهم اجتمعوا على قرار واحد. بالظبط بالظبط، ان هو ياتي لكن بصراحه يعني القضاء هو دائما حارس الامين لمصر، هو دائما السلطه التي يرتكن اليها المواطنون، هو ولكن ما حدث في العمليه الاخيره كانت منتهى السوء ومنتهى الاساءه للشعب المصري، منتهى الاساءه للقوانين، منتهى الاساءه. يعني امريكا بالفعل عملت عمليه كوماندوس في مصر. امبارح كان من المقرر ان الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء يحضر جلسه مجلس الشعب ويقدم كشف حساب اللي حصل زي ما قلنا في البدايه، ومعاه عدد من الوزراء اعتقد على راسهم دكتور فايزه ابو النجا وزير التعاون الدولي. ايه اللي حصل؟ كما اسلفت لحضرتك ان رئيس الوزراء كمال الجنزوري شنف اذاننا باننا لن نركع ولن نركع. كان من الصعب انه يحضر لانه كان طبعا هيواجه بسيل من العاصف من الانتقادات من مجلس الشعب، وحتى ان اعضاء مجلس الشعب قالوا المفروض كان يجي المشير طنطاوي ان هو يحضر لان هو المسؤول الاول عن البلد في القصه. طب كان في تبرير لعدم حضوره ولا لا؟ هو ما وصلتنيش معلومات ان هو ادى اي تبرير بصراحه، ولكن الراجل في القضيه دي تحديدا مغلوب على الامر. يعني انا مش شايف ان هو عنده اي، الحكومه ما لهاش اي ذنب في القصه دي. انا بقول لحضرتك القضيه الوحيده دي اللي دخلت كل السلطات في بعضيها، السلطه التنفيذيه على القضائيه على التشريعيه. طبعا مجلس الشعب دخل بصفته ان هو بيراقب اداء الحكومه، وكان مقدمين طبعا استجوابات وطلبات احاطه النواب، وما زال مستمرين في مناقشه الامور في هذه القضيه. اكيد يعني اعتقد هو ده اخر الاخبار كلها حول قضيه التمويل الاجنبي وقضيه منظمات المجتمع المدني، هو ده اللي احنا وصلنا له. استاذ محمد الاصمعي نائب رئيس تحرير بوابه اخبار اليوم، بشكرك جدا. شكرا جزيلا. شكرا. مشاهدينا استنوا معانا، عندنا فقره خاصه جدا عن الاقتصاد ومستقبل الاقتصاد في مصر، استنونا بعد الفاصل.